على وصول. الحمد لله على السلامة يا عمي، توحشتك قوي. وانت كمان والله يا فارس. لا أنا إيه، خلاص اللي بيهج ويسافر بينسى العطارين، وانت بصراحة طولت قوي المرة دي. طولت إيه يا عاد؟ الحكاية كلها أسبوع، ثلاث أيام خلصت فيهم الشغل، وأربع أيام قعدت أشوف نفسي. وجيت الأسبوع عملت إيه؟ نمت. لا عايزك تفهم يا فارس إن الحياة مش كلها شغل وبس. ساعة الحظ ما تتعوضش. خليك زي كده، الإنسان لازم يراعي نفسه. طب وأنت يا عمي راعيت الإنسانية؟ إلا راعيت الإنسانية يا فارس. ده أنا سايب هناك حالة إنسانية، إنما إيه؟ تصعب على الكافر. ما تاخدني معاك، سافرني معاك. أخدك معايا فين يا رب؟ إذا كان أبوك اللي هو أبوك هج طفش منك وهاجر، هاخدك أنا معايا؟ آه، لبسنا الوش الجبسي بقى. يا ده أنا بهزر معاك، ده أنت الوحيد اللي أنا بهزر معاه. لو سمحت يا عمي ما تهزرش معايا في الموضوع ده. بعدين خلاص ابوي بعد ما هج وسابني ما بقاش ابوي. لا اش عبيط امك، ابوك هيفضل ابوك لغايه ما تموت. بعدين خلاص يا عم مش ههزر معاك تاني يا عم فارس، بس شهل بقى شويه خلينا نلحق الاكل. انا مش ناقص اسمع لي كلمتين بسبب واحد زيك. ماشي. تفتكر طبخيني يا عمي؟ ظفر. آه، بمناسبة رجوعك من الظفر. شاهر شاهر. يا سلام، اتفرجي على البلد دي لو ترخص فيها الحشيش. هنبقى من الدول المتقدمة. ابويا هيحرقني بعينيه. ربنا يخلولك. ربنا يخليك. وشفت انت بقى بقيت اخواتي زكريا سلمى ياسمين حازم، وفي حد كده في النوبه اسمه حسن، وفي اخويا الكبير يحيى، ولسه ما اعرفش الايام ممكن تحدف علينا مين تاني. واللي هناك بقى في الشمال دول بقيه العيله. عبد الله ابن عمي صبري ده بقى من العيله، اه بس بيكرهنا كلنا. ده مش بيكرهنا وبس، ده بيكره نفسه. اللي على يمينه بقى عبد الله وشماله دول رؤية وعيشة. عيشة. خلاص بقى قلت لك خلصنا من الموضوع ده، ما تقفشيش. امال فين بقى الشبح اللي حكيت لي عليه؟ عمك سليم. شاهر امال، خلينا نلحق الاكل. انا بسوق اهو، تجي تسوق انت. ايه الحيوان ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقال الله ريس. تمام يا حبيبي، تسلم ايدك. انا عاوزك بس تتاكد ان هم ماتوا كلهم أحسن. الجماعة دول عاملين زي القطط بسبع أرواح. فارس عمي، يا ابني يا ابني معلش. يا ابني يا ابني يا عمي يا ابني. قلتوا ايه؟ قلت افتح الله يا متولي. بتستنى
استنى هاشم لما نسمعه. بعد اذنك هاشم بيه، خليه يكمل النهايه، نسمع هيقول ايه. قول يا متولي قول. بس انت عارف بتقول ايه؟ انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ زين مش ربنا يعني لا مؤاخذه، عاجبكم اللي هو عامله فينا؟ ده انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه. وانت عايز تبيع سلاح تقيل لمين يا متولي؟ للي يدفع. انا مستعد اتعامل مع الشيطان ذات نفسه. بس احنا كنا متفقين في الاول، والعقد شريعه المتعاقدين. حرام ده كده، حتى ربنا يحاسبنا على النعمه اللي احنا بنرفضها برجلينا. الناس كلها عماله تشتغل وتشتري وتبيع، تهريب وانفاق، وعشان ايه ده كله؟ عشان احنا بينا اتفاق واحنا مش عيال، او على الاقل انا مش عيل. يلا فارس مش قادر بسرعه. معلش معلش خليك معايا شويه. استحمل استحمل يا فارس استحمل. اطلع. هو انت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنة؟ انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق، لا انا مش مبسوط، بس وجود زين عامل توازن. زين شايل عننا بلاوي. زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها. اتفرجوا على السوق، لو زين مات الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. انا من رأي سيادتك يا هاشم بيه، انا حاسس ان الخلاف بينك وبين زين يا متولي بصراحة ربنا كده حاسس ان ملوش علاقة بالشغل. ما تجيب من الاخر. انا ما فيش اي حاجة ما بيني وما بينه غير الشغل، وبعدين عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. ولا انت ايه رايك يا جلال بيه؟ انا قلت اللي عندي، واللي حضر العفريت يستحمل اذاه. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا. ده شيطان ودخل ما بيننا، استغفر الله العظيم، بس بعون الله هنخلص على الشيطان. انت مش بدأت؟ خلاص ما فيهاش تراجع، خلصت. ياسمين اختي ايه الطعامه بتاعت العيله كلها. صالح حكى لي عنك كتير على فكره. الله يكرمك. هتعمل بقى فيها وكيل نيابه وتقول لك قال لك ايه وامتى وفين وازاي وكان لابس ايه. لا 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 على فكره خالص، مش فارق معايا اصلا قال لك ايه عني. المهم بقى انت هتقول لنا ايه عنها؟ طبعا هيجي يقول لنا حب عمري واجمل بنت شفتها في حياتي، اللي بتقوله يعني العادي على اي واحده بتجيبها لنا. ايه يا ياسمين اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره بتكذب عليكي والله. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ في ايه؟ على فكره يا ايه ياسمين بتكذب عليكي. صالح عمره ما جاب بنت البيت. العقله بتاعت العيله. هو على طول كان بيخلينا نقابلهم بره. الهبله بتاعت العيله. اقسم بالله انت شكلكم عايزين علقه من بتوع زمان. شكلك انت اللي عايز علقه من بتوع زمان. صح، فكروا يا زكريا ده نسي نفسه. مش كده؟ طبعا. طب بقول لكم ايه بقى؟ تيجوا نخش جوه نشوف مين اللي هيضرب مين. صح والله. انت بتقول كلام شديد. صح نخش جوه. صح يلا يا حبيبي. يلا حلفك بالغالي. ايه ايوه عندي غاليين كتير يا زكريا. ده العشرة. وحشتني لمتهم. ضاع دي في خلال 10 دقايق لقاها متخزنه في المخزن، مش عايز اي ملاحظه على اي حاجه. يلا اتفضلوا. واضح انهم كتير قوي يا يوسف. احنا مش هينفع نعمل العمليه دي لوحدينا. ما هو ده اللي مأكد ان في بلاوي جوه، وبعدين دي فرصه عمرنا يا اكرم. اكيد مش تيجي دلوقتي وتبيعني يعني. انا مش ببيعك، بس احنا بالمنظر ده مش هنعرف نعمل حاجه. دول لو تجار سلاح فعلا مش هيسلموها بالساهل. احنا ديتنا طليقتين ومحدش هيعرف عننا حاجه. اسمع الكلام. بقول لك ايه؟ البضاعه هتيجي دلوقتي هيتلخموا فيها. هيشوفونا بالمسدسات والقوة اللي معانا. هيتهتوا. وافرت ما تهتوش بقى. سيبها لله. كله على الله. عليك يبوز يا حبيبتي، مش عارف اقول لك ما ينفعش. ما ينفعش انا اهدي حبيبتي تبقى كل الناس بتبارك لي كده وانت الوحيده بتضربها ببوز ده. انا ما قلتش اني مش مبسوطه. انا بقول ان الفتره اللي جايه دي مش هبقى مبسوطه. وانت عارف ليه يا شريف؟ انا ما بشوفكش خالص. بنتي انا هاخد اجازه اتفقت عليها خلاص هنبقى مع بعض. اجازه؟ ما خدتش اجازه وانت شغال مع عمو زين، هتاخدها دلوقتي وانت شايل الشغل كله؟ ايه اللي اتغير؟ الراجل هيفضل زي ما هو.
كل حكايه انه الان بس لحسن لو لا قدر الله حصل حاجه العيله ما تحصلش بينها اختلافات ومشاكل وكده، بعدين خلاص ما تقلقيش بقى، ما الاجازه قلنا مع بعض فيها. طب بقول لك ايه يا حبيبي، ما تيجي نسافر لنا كده يومين قبل ما بطني تبان عليا. يعني سافري فين؟ سافري فين يا حبيبتي؟ انت في اول حمله، خطر خطر عليك يا حبيبي. طيب هتجيب لي هديه ايه بقى بالمناسبه دي؟ كله نزل سلاحه. فتش لي يا ابني الكراتين دي. خير يا بهوت؟ فين؟ خير؟ ما الخير كتير اهو الحمد لله. اتجاره الاوضات المنزليه بقت ممنوعه دلوقتي. انت تستعبط يا رحمك ولا ايه؟ ما تسمع الكلام. معاك اذن نيابه؟ ما هو يا حالتها. طب لو مؤاخذه يا باشا هتعبك معايا وتقراه لي. نسيت نضاره القرايه. فتش يا ابني الكراتين دي. مع اني مش داخل عليا الحوار اللي بيحصل ده، بس على دماغي يا باشا. اخرس يلا. مفيش حاجه يا فندم. يعني ايه؟ ليه ما في سلاح؟ فين السلاح؟ فين السلاح يا ولاد الكلب؟ الله يوسف، انا رجاله. طب ايه يا بهوات؟ ماشيين كده من غير ما تعملوا لكم محضر ولا قضيه؟ طب طقم الشاي بقى وانتم منوريني. متشكرين على الواجب ده يا رحمك. ولا بلغ اللي مشغلك ان وحيات امي ما هسيبه. توصل بألف سلامه يا باشا. كمل يا ابني شغل انت. هو الو كويس ان انت غلطت المكان. لا ما تقلقش انا هتصرف. يبقى طمني بس امن عربيتكم مخازن. سلام. ايه القمر ده؟ اهلين. ايه القمر ده؟ يلا بقى ناخد سيلفي. يلا خش يا حبيبتي بالسيلفي. انت في الهديه بتاعتي. سليم قتل الرجالة وهرب. كنت متأكد إن كل ده هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي أي حاجة تانية. ما ينفعش نلغي. سليم في داهية. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم أنت معايا للآخر ولا لا يا جلال؟ معاك على بركة الله.